الليل ماشيين هنا في الموقف وسط البلد، قالوا هو ده اللي مؤسس الموقف ده صح؟ ايوه يا باشا. يعني ايه يعني مؤسس الموقف؟ بقالك كام سنه هنا يعني؟ عندي 76 سنه، عندي 50 سنه هنا. 50 سنه هنا؟ ايوه في الحته دي؟ في الحته دي. ربنا يديك طول العمر ويديك الحمد صحة. لله. اسمك ايه؟ طلعت خليفه عبد الوهاب. عم طلعت اللي سنك كام سنه؟ 76. 76 انت شباب يا عم، انا افتكرت 86 96. وده ابنك الصغير ها؟ لا 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 صديقك؟ ايوه. وعندك كام ولد وكام بنت؟ عندي 20 بنت وعندي 6 وعندي 26 راجل. الراجل ده مطلوب القبض عليه. ايه الارقام دي يا جماعه؟ ايه الارقام دي؟ كام؟ اربع نسوين. ها؟ اربع. والاربعه معاك؟ ما اتكلوا على الله، ثلاثه وفضل واحده مسكربه. يعني انت خلصت عليه؟ اه نخلص عليهم. قول لي كم ولد وكم بنت بقى تاني؟ قلت لك 20 بنت. 20 بنت؟ و16 ولد. 16 ولد؟ اه. حد منهم بيشتغل معاك هنا؟ لا. ما يشوفكش في الشغل ابدا ها؟ لا. عم طلعت ده انت حضرت الاستعمار الانجليزي بقى. ايوه والملك فاروق وكله. انت مش عجوز قوي يعني؟ لا عجوز قوي مش قوي يعني، شباب لسه. انت اصلا منين؟ انا من ملوي. من المنيا. على فكره ده تخريف صيام، هو حد يسمع الكلام ده؟ انا مش مصدق الارقام دي. طب هو بيجيب يعني عاوز يجيب سحور ل 20 بنت 16 ولد 36؟ كل واحد بيوكل نفسه، كله بيشتغل. هجيب لك من الاخر، كل واحد بياكل نفسه. من انا وعيت على، انا بقالي 21 سنه هنا، كنا في الاول ورا المتحف وبعدين نقلوا الموقف هنا في عبد المنعم رياض. من اول ما جيت الموقف كنت شغال صبي، بقعد على الكرسي ورا كده السواق وبلم اجر. جيت لقيت عم طلعت زي ما هو كده، ولا اتغير ولا كبر ولا صغر. لا والجلابيه ما اتغيرش؟ لا الجلابيه لا بتتغير. بتغير الجلابيه كل يوم؟ بس ارفع الكمامه لفوق عم طلعت كده، ارفع الكمامه لفوق. طب انت مش عاوز اي حاجه في كلام من ده دلوقتي؟ احنا عايزين نظبط الشباب دي كلها باذن الله. لا انت خلفت 20 بنت ما شاء الله، 16 ولد ما شاء الله، يعني 36. ربنا يديك طول العمر. كاس العالم في الانجاب. واساله سؤال تحصيل حاصل يعني، تفتكر امتى الانجليزي احتلوا مصر؟ في يوم في شهر في سنه؟ انت كم سنه؟ انا 76 سنه. 76. احنا دلوقتي في 2050، قول 2040. يبقى انت 21. 2021؟ اه تمام يا عم طلعت. حبيبي بحب الناس الطيبه والناس الجميله وكل الناس بنحبهم. اللي عمله عم طلعت لا يتحكي ولا يتقال، اوعى تعملوه. خلف 16 ولد و20 بنت، واخر مره شافهم في العيد الكبير قبل اللي قبل اللي فات. يعني ارجوك قول الكلام ده ورايا، تبت الى الله. تبت الى الله. وندمت. وندمت على ما فعلت. وعزمت على الا ان نتوكل على الله. الى الخلف ابدا. على الا اعود ابدا. لا 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 نعود ابدا. للجواز ثاني. للجواز ثاني. اللي معايا دي الرابعه والاخيره خلاص. خلاص سكرامك خلاص. ها؟ خلاص هندخلها الطرب قريب. خاطب من اكتوبر يا بيه، انت مش عايز تتكلم ليه يا عم طلعت؟ خاطب من اكتوبر. خاطب؟ اللهم مدينه 6 اكتوبر. استنى بس ما تتكسفش. هو راح خطب؟ خاطب. لا 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 يا عم انا عاوز مباحث. ايه مباحث الجواز بجد؟ خاطب من اكتوبر فعلا وبيركبوا معانا سايبه. ايه يا عم طلعت؟ انت مكسوف تتكلم؟ لا يا عم والله ما سيبناه المشوار ده خلاص. مش عيب مش عيب. سيبناه المشوار ده. سيب موضوع الخطوبه ده، سيبها. لا سيبها للعيال السيس بقى. انت كبرت على الحاجات دي؟ ايوه صح. انت عم طلعت تجيب باك ورد وتروح؟ انت كبرت على الحاجات دي. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء